والبعد عن الناس غنيمه. وخلينا نرد على التليفون اللي معانا. الو. الو. ايوه. استنى. عامل ايه؟ مساء الخير. مساء الورد على عيونك. انت كويس؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. بتكلمنا منين؟ بكلمك من كفر الشيخ. احلى ناس. قول لي البعد عن الناس غنيمه، مين الناس دي؟ واحده حبيتها جدا، ولحظه ما حبيتها تقدم لها اكتشفت انها كانت بتتسلى وما كانتش واخده الموضوع بجد من الاول، وانا كنت واخد الموضوع بجد جدا، وفي الاخر اكتشفت ان هي مش عايزاني اصلا، ان انا مش فاتح احلامها، وكانت صدمه عمر الصراحه. فحمدت ربنا بعد كده، لان ده كان الموضوع ده هيدمر مستقبلي، وفعلا كانت مشكله كبيره بالنسبه لي وسببت لي ازمه نفسيه، والحمد لله ابتديت اخرج منه يعني، وابتديت اشوف مستقبلي دلوقتي وبشوف رحمه ربنا بيا، فان انا ما كملتش العلاقه دي. طب الحمد لله. بس ايه دي غريبه قوي، يعني هي اللي بتتسلى بيك، تتسلى بيك ليه؟ يعني مش عارف، يمكن عشان انا كنت جد معاها من الاول. ممكن تكون كانت حابه مثلا حد قبلي او كده، مش عارف الصراحه يعني. كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي، المهم في نهايه العلاقه يعني حبيتها جدا من الاول، وكملت معاها طريق كبير، والعلاقه استمرت سنه يعني، استمرت سنه بالظبط. ما كنت بشوفها كتير بحكم انا كنت في الجيش وكده. اهلها كانوا عارفين بالعلاقه ديت، وعارفين اتقدم لها في يوم من الايام، بس لما جيت اقدم لها بقى حصل تاتش قبل ما اتقدم لها بشويه مع التاتش ده، باعتني بقى، باعت خلاص بقى هو يعني. التاتش منه لا التاتش ده، بس بقول لك ايه، انت اشتريت عمرك، احسن ما تتسلى بيك يومين ثلاثه احسن ما تتسلى بيك عمرك كله، ولا ايه؟ طبعا الحمد لله، ده اكيد طبعا، وخصوصا انا مش زعلان ان انا كنت جد ودخلت من الباب وهي رفضت، خلاص هي الخسرانه الحمد لله على كل شيء. بس كده يلا، مع الف سلامه. اهم حاجه ان انت يعني تقضي عمرك وحياتك مع ناس تستاهل، صح كده؟ اكيد طبعا، هقابل اللي يستاهل مليون في الميه. يلا ربنا يرزقك الصالح يا رب، ويرزقك بنت الحلال. انت عندك كم سنه؟ انا عندي 24 سنه. طب انت مستعجل ليه؟ ادي نفسك وقت، ادي نفسك وقت وشوف. والله محتاج فعلا وقت. هي الحمد لله تجربه وعدت، والواحد بيتعلم كتير الصراحه، رغم ان دي كانت اول تجربه. بس كان والله الصراحه كان نفسي تنجح قوي يعني، كان نفسي تنجح. بس عمرك ما تعرف الخير فين، ويمكن اللي فشل دلوقتي يبقى بدايه لحاجه ناجحه تانية. نورتني وبشكرك، وفعلا هنا دول الناس، يبقى دول الناس البعد عنهم غنيمه. ربنا يوفقك يا حبيبي. ربنا يخليك، شكرا.